الساد بدء التوراة في ظلها ملجأ الأقطار في حملها أشهى الأثمار وفاها الأغنياء والفقراء غناها الأنبياء والشهداء أسرار ابن الله ملء كفيك ثمرات الحياة هيا واقطف ثمرة عود الصليب فالصليب غرسة عدن السليب هاليلويا صليب الأنوار هاليلويا اسم الصليب فوق صدري طاردا خبز المريب نصف الليل يغدور الغادر يلقى واسم الصليب القادر يهوي للحالي يرمى في الظلمات أغنو في الصبح أشدو رب الحياة هاليلويا صليب الأنوار البيت خاله عليت وقدم من بيلوك صديت ملكش ما يونو حاصوني خلدة أحطيت له الشعيون حاصلا خلدا احتينا صلى وعلي ميت المراد قالوه طبيل قربونه ونتراح علي ما المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترنيم المقدسة وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سوراً حصيناً لرعيته ووضع سك خلاص لميراثه ورفع بها شأن بيعته وأبهج الشعوب التي آمنت به
الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من بصليبك الثمين أتممت لنا خلاصا كاملا وأهلتنا اليوم أن نحيي ذكرى صليب خلاصنا، ها إنا نعيد له بالتسبيح والمدائح هاتفين. تباركت يعود الصليب المقدس لأنك محوت لعنة آدم وأرجعت المنفيين إلى ميراثهم. تباركت لأنك وصلت بين العلويين والسفليين. تباركت لأنك تممت الأنبياء برموزهم وأنرت الرسل في كرازتهم وكللت الشهداء بإيمانهم وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عيد ارتفاع صليبك الكريم بشير الأمان والسلام، ارفع به شأن بيعتك المقدسة، دبر رعاتها، زين بفضائلها كهنتها، نقي شماميستها، اعدد شيوخها، أدب أطفالها، قوم شبيبتها، صن الأيتام والأرامل، أرح في مساكين النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك، وأهلنا جميعا أن نستظل حمى صليبك في يوم مجيئك العظيم، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. عود الصليب أخفاه الشعب يجور القاتل والبيع بالدنيا تشدو الحمد والإكرام فاتيها الرب الحيا نشاها من الأصنام. عود الصليب صار للبيع مفتاح عن من جنة اجعله آية الرحمة ننجو من هول النقمة نخلص من تعذيب النار نار الخاطين الأشرار نبلغ أخدار النعمة ندخل جنة الأنوار. عود الصليب يا فادي اجعله سور حارسا لبيعات الإيمان وسع المعمور وقيها الشر الرهيب
ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي برخمور، ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. قد شاب أله قد شاب اترحم علي قد شاب أله قد شاب اترحم علي قد شاد أله اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. يا صليب الأنوار سر فاد الأدهار، منك أسرار البيعة فهد كالنبع الجاري، من أنوار الصليب يضحي الكائن المختار، ذا سلطان عجيب حاملا كل الأسرار. يا صليبا تباشى سلما يسمو تيها، فيك البيعة تصعد نحو الرب فاديها. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية الحبيبة وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، إن كنا نرجو المسيح في هذه الحياة وحسب، فنحن أشقى الناس أجمعين، والحال أن المسيح قام من بين الأموات وهو بكورة الراقدين. فبما أن الموت كان بواسطة إنسان، فبواسطة إنسان أيضاً تكون قيامة الأموات. فكما أنه في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا الجميع، كل واحد في رتبته، المسيح أولاً لأنه الباكورة، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه، وبعد ذلك تكون النهاية حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يكون قد أبطل كل رئاسة وكل سلطان وقوة، لأنه لا بد للمسيح أن يملك إلى أن يجعل الله جميع أعدائه تحت قدميه. وآخر عدو يبطل هو الموت، لقد أخضع الله كل شيء تحت قدميه. وحين يقول الكتاب أخضع له كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الذي أخضع له كل شيء. ومتى أخضع للابن كل شيء، فحينئذ يخضع الابن نفسه للذي أخضع له كل شيء، حتى يكون الله الكل في الكل. وإلا فماذا يفعل الذين يتعمدون من أجل الأموات؟
إن كان الأموات لا يقومون أبداً فلماذا لا يتعمدون من أجلهم؟ ونحن لماذا نعرض أنفسنا كل ساعة للخطر؟ أقسم أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا أني أواجه الموت كل يوم. إن كنت صارعت الوحوش في أفسس لغاية بشرية فأي نفع لي؟ وإن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا سنموت. لا تضلوا، إن المعاشرات السيئة تفسد الأخلاق السليمة. أيقظوا قلوبكم بالتقوى ولا تخطئوا، فإن بعضا منكم يجهلون الله. أقول هذا لإخجالكم، والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم ومع روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومشدوا واشكروا كلمة الله. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال متى الرسول: خرج يسوع من الهيكل ومضى، فدنا منه تلاميذه يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل. فأجاب وقال لهم: ألا تنظرون هذا كله؟ الحق الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر إلا وينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك ونهاية العالم؟ فأجاب يسوع وقال لهم: احذروا أن يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون الكثيرين. وسوف تسمعون بحروب وبأخبار حروب، انظروا لا ترتعبوا، فلا بد أن يحدث هذا، ولكن ليست النهاية بعد. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وزلازل في أماكن شتى، وهذا كله أول المخاض. حينئذ يسلمونكم إلى الضيق ويقتلونكم ويبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، وحينئذ يرتد الكثيرون عن الإيمان ويسلم بعضهم بعضاً،
ويبغض بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون الكثيرين، ولكثرة الإثم تفتر محبة الكثيرين، ومن يصبر إلى النهاية يخلص ويكرز بإنجيل الملكوت هذا في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم، وحينئذ تأتي النهاية. حقا والأمان لجميعكم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبتي الرئيس رئيس هذه الرعية الحبيبة الشدياء، أخوتي أخواتي المؤمنين بالمسيح يسوع، أنا بعرف أنه مؤمنين بالمسيح يسوع. ليش؟ لأنه أنتوا بهيكله، أنتوا عنده هون بأرضه. في عندي فكرتين رح ألكن إياها. احذروا أن يضلكم أحد. من يصبر إلى النهاية يخلص. الفكرة الأولى، يسوع بهالإنجيل بحذر تلميذه وبحذرنا نحن من بعد 2013 سنة من أنه حدا يزيحنا عن طريقه يلي هو علمه ويلي نادى فيها. ولكن بدي قلكم شغلة، هو بحذر وبعلمنا إنه في أنبياء كذبة، احذروا من الأنبياء الكذبة. وهلأ ني رح شوف ونن الأنبياء الكذبة بحياتنا، وبحذر بعكس ما هو علم. بحب يسوع نمشي مثل ما هو علمنا، وكل همه إنه ما نصدق هالأنبياء الكذبة. الفكرة الثانية يا إخوتي، بذكر يسوع بالحروب والمجاعات والزلازل يلي هو كان اتنبأ عنا بالإنجيل مثل ما سمعته، وبيرفض يسوع إنه يشوف فيها صورة المباشرة لنهاية العالم. وبفرجينا بأنه الاضطهادات والمضايق من أجله، انتبهوا، من أجله بالتحديد، من أجل شخصه بالتحديد، مش رح تكون علامات لنهاية العالم، بل هي ألم ومخاض بتسبق ولادة جديدة لعالم جديد يلي رح بتحققه ومنحققه، وكل يوم رح منحققه بشخص يسوع بالذات. رح بعطيكم معلومة إخوتي، أما يسوع بس تنبأ بهدم هيكل أورشليم هو دليل على إنه يسوع هو نبي، إضافة إلى كونه ابن الله وفادي العالم ومخلص الأمم. معلومة صغيرة عن هيكل أورشليم، هو هيكل تم هدمه بأيام الإمبراطور الروماني تيتوس سنة 70 ميلادية. نحن اليوم بعالم إخوتي ما بيختلف وضعه عن عالم القرن الأول، هو ذاته ما نبعد كتير، ما تفكروا الأيام والسنين كتير بعيد. عالم فيه حروبات، نحن عنا حروبات. عالم فيه مجاعات، نحن عنا مجاعات.
في ظلم. نحن عنا أكبر ظلم عم نشوفه حوالينا، وقلة عدالة، في قلة عدالة عنا وين ما كان. وانتو بتعرفوا إخوتي شو عم بصير من حوالينا، لكن خلينا ناخد قوة من هالإنجيل تنشوف نحن المسيحية في لبنان وفي الشرق شو موقفنا من كل هالحروب، من كل هالظلم، من كل عدم قلة العدالة. تنشوف نحن كيف نحن بدنا نعيش، وكيف نحن بدنا نعيش بهالتطورات. نحن بعصر بتعاني فيه الكنيسة اضطهاد جديد. اسمعوا منيح إخوتي، بدي عيونكن تشوف، دينيكن يسمعوا منيح. ما بقى في لعب، الحرب حدنا، ونحن المسيحية علينا اضطهاد جديد بشكله مش بمضمونه. إخوتي خلينا نكون صريحين وواضحين، منطق العالم اليوم هو منطق مادي، مش رح يقبل رسالة الإنجيل. ما نضحك على بعض، من هيك قلت لكم لازم نكون واعيين، لأنه عندنا شغل كتير. منطق الموجود هلا هو اسمه منطق الحقد، ما رح يمشي وما رح يقبل منطق المغفرة يلي علمني إياها يسوع، لكن هيدا اضطهاد جديد. منطق العنف يلي عم تشوفوه على التلفزيونات كل يوم من ذبح من اغتصاب، ما رح يقبل منطق السلام يلي حكي فيه المعلم السلام يسوع المسيح. وأكثر من هيك إخوتي، إنه العالم بيشوف الحل لمشاكله بالعنف، ما بيشوف إلا العنف، وبيشوف بالمسيحي المسيحي الضعيف. ليش بيشوفنا نحن ضعفاء؟ لأنه المسيحي يؤمن بمنطق الأخوة. شوفوا بطركنا أول ما إجا على سدة البطريركية شو أخذ شعار؟ كان شعاره الشركة ومحبة. ومنشوف إنه العالم المادي عم بيدوس، عم يدعس الفقير، عم يدعسوا للفقير، والمسيحي بيشوف بالفقير صورة المسيح المتألم على الأرض. وهون كمان بقلكن شو قال بابا فرانسيس. بيقول بابا فرانسيس، ما رح نقدر ننام بسلام وفي أطفال عم بيموتوا من الجوع والعطش والفقر والذبح والاغتصاب. ما رح يقدر ينام المسيحي، بدنا نضل مستنفرين، مستنفرين بحبنا، مستنفرين بالسلام اللي عطانا إياه يسوع المسيح. لكن إخوتي المنطق يلي عم نشوفه ما رح يمشي بمنطقنا، لأنه نحن منطقنا هو مش اضطهاد الغير، مش ذبح الغير. هون أنا قلت لكم إنه هيدا هو الاضطهاد الجديد، لأنه عم يرفض منطق المسيح ورسالة الإنجيل. الإنجيل ما بيقول هيك، الإنجيل إجا يسوع إخوتي لشغلتين هن كتير هينين بس صعبين على العمل. إجا
لنحب الله ونحب بعض. وقال هو مش تعوا حبوني، بيقول إذا بتحبوا الله بتحبوا بعض بيعرفوكن إنه أنتوا تلميذي. لكن تعوا تشوف أنا وياكن هالأنبياء الكذبة منني، تنشوف كيف بدنا نمشي، تنشوف كيف بدنا نقدر نساعد غيرنا. لازم نكشف الشغلة تنقدر نكون حذرين منها. أنبي الكذب إخوتي يعني الإنسان بيعلن لنفسه هو القصة كلها، هو الخلاص، هو بإيده الحل، هو بإيده كل شيء، وهو بيعطي الغير وبيزيح الله على جنب وبيقول أنا الحل عندي، شوفوا بالدول شو عم بيصير، أنا الحل عندي، صار في حرب. يسوع قال حبوا بعض، عمل كنيسة، والكنيسة هي الجماعة المصلية، والجماعة من كل أقطار المسكونة، مش بس يلي عم بيصيروا مسيحية، في ناس غير من غير أديان عم بيصيروا مسيحية لأنه عم بيحبوا إنه يحبوا كتير، وعم بيحبوا إنه يكونوا سليمين، عم بيحبوا السلام، وعم بيحبوا خطى يسوع المسيح. وبس يقروا الإنجيل عم بيشوفوا هالإنجيل هو مظبوط، عم بيخليهم إنه يمشوا على الخط المستقيم. لكن مين الأنبي الكذب؟ الأنبي الكذب هن يلي عم ببشروا بالمسحاء الدجالين يلي قال يسوع المسيح احذروا من المسحاء الدجالين. من هن؟ وهن كتار اخوتي بهالعالم، مسيح المادة، مسيح اللذة، مسيح الخطيئة. قال المسيح تبعنا يسوع المسيح ابن الله قال احذروا أن يضلكم أحد، فكثيرون سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلكم، ويضلون كثيرين. عرفنا لكن منو المسيح الدجال المسحاء. تعوا تنشوف أنا وياكم حكي عن الزلازل. زلازل كتير 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 بتهدد أسس حياتنا. زلازل المشاكل العائلية، تعوا شوفوا نص عيالنا فارطة، ما فيها حب، بدنا نرجع نحب، المحبة بتجمع. الله ما رح ينزل على قلب في بغض، الروح ما بيفوت على قلب في خطية. من هيك من إلكن إخوتي اعترفوا، سامحوا، حبوا تيكون بقلبكن الله. لأنه في إنجيل من هالأناجيل منقريه بيقول وعندما خرج يهوذا الإسخريوطي من الجماعة قال يسوع حبوا بعض. عم ببرهن إنه خرج الشر، صار فيني أنا أحكي بالمحبة. لكن الزلازل اللي عم تأثر على حياتنا إخوتي هي زلازل المشاكل العائلة، والأكثر من هيك المادة والموت. الموت ما حدا يخاف من الموت. المسيحي الوحيد اللي مش لازم يخاف من الموت، الموت هو عبور إلى الحياة. لكن بس نشوف موت قريب ولا موت حبيب مننهار. هذا زلزال بيصير بحياتنا، مرض مننمرض، ألم، حرب، مشاكل، ومشاكل سياسية أنتوا بتعرفوا كتير بهالأيام. أخوتي
هل رح يبقى إيماننا ثابت بقلبنا بحضور الله بحياتنا؟ هيدا سؤال كتير كبير. طيب، ما المسيح قالنا بالإنجيل إنها ليست النهايات، ومن يصبر إلى النهاية يخلص. لكن عم بيقول يا عمي لا الألم ولا الحزن ولا الخوف رح ينتصر. إيه؟ الكلمة النهائية هي للرب، للرب الحاضر بيناتنا، الحاضر بحياتنا إذا خليناه يحضر. لكن ما في أي زلزال بيهدم حياتنا المسيحية، لأن حياة جهاد، وجهاد مع المسيح. أخوتي، مش جهاد لوحدكم، ما حدا يسبح وحده. في كنيسة، في تعاليم الكنيسة، في تعاليم يسوع المسيح. بدكن تقروا الإنجيل تتعرفوا إنه أنتوا عندكن أقوى قوة بقلبكن ضد كل منطقة دمار. ولكن بصير هيكلنا، الهيكل اللي حكي عنه يسوع، مش الهيكل الحجر، هيكل، هيكل نحن جسدنا، هيكل الروح القدس، يلي بس يتنظف بصير هيكل لروح القدس. مثل ما قلت لكم اخوتي، انتوا قاعدين بكنيسه بهالتسعويه يلي عملناها، رئيس الرعيه وكل ابناء الرعيه، وصلت ذخيره مرتقلة من معلوله من الارض، من ارض الشهداء، اجت لعندكم قعدت 3 ايام. هاي شو يعني؟ هاي يعني الله بحبكم كتير، الله منور عليكم كتير، الله بعت لكم ملائكه كتير، الروح القدس موجود دائما بقلوبكم. بطلب منكم اخوتي، ما تخافوا، ما تيأسوا، وما تيأسوا من الوسواس. المسيحي ما عنده وسواس اخوتي. دعوتنا هي انه نعلن من خلال حياتنا المسيحيه والعيش مع الاخر انه الخير رح ينتصر، وانه الرب الحاضر، وانه منطق الانجيل هو وحده بيقدر يعطي السعاده لكل العالم، والفرح والحياه الابديه، والحياه الابديه اخوتي هي مع يسوع يلي قالنا لا تخافوا انا غلبت العالم. شو بدكم احسن من هالكلمه؟ يسوع نزل الى لجه الموت وغلب العالم. عم اقول لكم انا غلبت العالم، يعني غلبت الموت. امين اخوتي. نقف كلنا سوا، نطلب من يسوع انه يجددنا، يشيل الضغينه من قلبنا، يعطينا محبته مش محبتنا، محبته، سلامه، ونقول له بكل صوت خشوعي ومفهوم تيسمعنا، لانه هو بيسمع وبيسمع بالقلوب. بنقول له نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إلى حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام، في يوم الثالث
كما جاء في الكتب. وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يجد له ويمجد الناطب الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة. إيت الوت مدب حيدلو هو الوطلو دم حاد طليوت وينو بصوغو طيبو طوخ إعول البيتوخ وسكود بهايكلو وطقوت شو دحل تخمور يوضا مارين وبزادي قوتخ لفاي صلوا علي مثل مراد أنا هون قابل قربنا اتراح علينا صلوته هللويا قال الرب إنني الخبز الروحي الآتي من حضن الآب أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم ولا سيما الطباوية والدة الله مريم القديسي تألى مار مارون مار شربل مار نعمت الله والقديسة رفقة والطباوي الأخ إصطفين أذكر اللهم آباءنا وأخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيع المقدسة بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة وأذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان I'm
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسامة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدمة الروح القدوس. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقاً إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إننا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا.
وبيوم هود قدم حاشد لي مع بيت حاجب نساب اللحم بداو قديشوتو وبارخ قديش وقصويا بالتلميداو كادومات ساب أخول منه كل خون هانو دن إتا فغيرو دل دحلو فيكون وحلف ساقية ما تقسي وما تهيب الحصاية حوبة والحاية دل عالم علمي خانوا عالكوس ودمزيغوا من حمر ومن مايو بارخ قادش ويا بالتلميداو كادو مار ساب اشتاو منه كل خون نودن إتاو إدمو الديل دياتي قي حداتو دحلو فيكون وحلو ساقية ما تشهدو ما تهيب الحصايو تحاوبي وال حي دل عالم علمي وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشف بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنا ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدروا فيه
يصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريه ليسون، كيريه ليسون، كيريه ليسون. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلى غنى. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلى غنى. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، ومار بولس مطر مطراننا، واعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا. نسألك يا رب. يا رب ارحم. مع القديسة تكلا ورفيقة حاملات المصابيح نحمل نحن مصابيحنا وكلنا رجاء ألا ينقص في دربنا زيت النور والصدق والحب، وكلنا إيمان بأن لا موت ولا حياة ولا علوة ولا عمق قادر أن يفصلنا عن محبة المسيح يسوع. إليك يا رب نصلي. يا رب ارحم. في عيد البتول تقلى نصلي من أجل مضطهدين وكل فاعلي السوء، اهدهم اللهم ونور عقولهم وامنحهم الغفران، ومن أجل الخطأ والضالين والفاترين والمشككين وكل الذين ابتعدوا عن البيت الأبوي، قوم طرقهم ليعودوا عن طريقك فيحيوا. إليك يا رب نصلي. يا رب ارحم. اجمعنا يا رب على وصيتك بالوفاء لأبائنا ومدبرينا والمحسنين إلينا الذين بشهادة حياتهم يعلمون أن نكون أبناء لهم منا كل المحبة والصلاة، وهم على دروبنا ملائكة رحمة قد أشعلوا السراج ليغدو منارة والمسيرة تتواصل لمجد الله وتسبيحه. إليك يا رب نصلي. يا رب ارحم. مع تألى البتول أولى الشهيدات وإستيفانوس أول الشهداء نرفع الدعاء من أجل وجوه أحببناها وغابت عنا، لا سيما من أحسنوا لكنيستنا ومن استودعناهم رحمتك أمام هذا المذبح المقدس وفي كل مكان. اجعل يا رب تذكارهم على مذبحك السماوي غافرا خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد، كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمنا وتقدمنا نختم. هو ابنك داود.
شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيه. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي بالسماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجينا من كل شر لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي من يتناول، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك الضارعين إليك، وآلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا
بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطي لمغفرة خطايانا. يا الله
شجاني أنين اليتيم يضيع بصخب الحياة ولا من يجيب. رأيت عيون الشريد تتيه وشمس المحبة عنه تغيب. فأشرق علي بأنوار وجهك يا الله يا الله. عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطى وتعرف أني حبك ربي أهيم كصب وفيك هواي وليس لدربي سواك رفيق. يا الله يا الله إذا غبت عني شردت بذاتي غرقت بحزني دهاني الضجر. وإن كنت فيا حييت فرحت نثرت الطيوب فرشت الزهر. تطيب الحياة تطيب بقربك يا الله يا الله. عرفت بأن قد تعثر دربي فجئت إلي تقود خطى وتعرف أني بحبك ربي أهيم كصب وفيك هواي وليس لدربي سواك رفيق. يا الله يا الله. لا تعملوا للقوت الفاني بل اعملوا للقوت الباقي في الحياة خبزك ربي أعطينا.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. لك شكرنا، لك حبنا، لك قلبنا، نحن لك كلنا. يا يسوع ربنا بارك واحفظ أهلنا، كل من يعنى بنا، واستجيب ربي سؤلنا. أرزات الخضراء تلسوه السماء، رمز للعذراء عينها صوبة لبنى، والقلب دوما سهران، ها إن عين الأدهار نحو الأرزات الخضراء، احميها من عين الأدهار. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لا تخجلنا بخطايانا، بل عددنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. Yeah.